هو السيد الرئيس الصحابة لحد الآن الخزن محدود بسبب الجفاف، والجفاف أصاب العراق كله. الفكرة قبل أن ينشأ السد العظيم هي أن الضلوعية إلها طرع من السد العظيم ومنافسة. إحنا رجل المكونة المنطقة الرئيسية هذه. الأراضي اللي موجودة هي ذهب على السد العظيم 150 ألف درهم مو 36 ألف. تصور ندرسها. ندرسوها شوف. ويا الرئيس تدرسها. طيب يا اخوان انا مسرور بكم وبارائكم، مثل ما قلت قبل قليل انه الامل بكم دائما كبير. احيانا اتحدث عن اعمال كبيره بالعراقيين، ربما البعض قد يتململ من كبرها، بس شو سوي يعني، اعرف ان الله سبحانه وتعالى جعل من الناس حالة ليست صغيرة، هي صغيرة امام عظمته وهو الخالق العظيم، ولكن هي كبيرة في الواجبات التي ارادها الله للانسان. واذكر ولا انسى ان الله سبحانه وتعالى وهو يخلق الانسان بدأ من بين الناس، من بين الرجال يختار الانبياء. الانبياء اللي يبلغون رسالته من خلال الوحي والرسل. اذا نشوف الكفر الله سبحانه وتعالى جعل مكانة الإنسان، وفي نفس الوقت هذا فيما يتعلق بما نؤمن به عن عظمة الخالق وما أراده سبحانه. في نفس الوقت عندما نستذكر تاريخنا العراقي والعربي نعرف أن المهام اللي قاموا بها العراقيين عبر الزمن كبيرة جدا، وهي صحيحة، أي بمعنى في التاريخ صحيحة، اللي يذكر عنهم التاريخ ما يذكر من أمجاد ومن قدرة بناء كلها صحيحة. إذا مع هالعاملين لابد أن نتصور مقدار طاقة الإنسان العراقي بعد أن يتكل على الله، ولهذا أشوف أنه صغير باستحقاق العراقيين أن نتحدث عن أعمال صغيرة. ومن هذا أقول إن الأمل فيكم كبير إن شاء الله، والأمل فيكم كبير، وبأخوانكم الذين لم يحضرون هذه القاعة وسلموا عليهم كثيرا، وبكل جماهير الشعب وأبناء بلدكم العظيم، أن تتحرك مجالس الشعب بعد اللي كان هذا بالمستوى اللي ترضون أنتم عنه الناس المحافظات.